حياكم الله جميعا. اليوم جايب لكم مقطع جديد. المقطع هذا راح يكون بالحساب اللي طالع قدامكم على الشاشه، بنت الطياره، سكيلتون بنفسجي، بلاك نايت. كيف جبت هذا الحساب؟ شوف المقطع اللي راح يعرف كل شيء. راح نجرب اننا نلعب الحساب هذا في هذا الطور، وكل شوي نبدل سكنات نادره كذا طناخه يا ولد. راح نشوف هل يفرق ان الناس يحقدون عليك وزي كذا اذا كنت سكن نادر او لا. راح نشوف الحين، وراح نشوف هل يفرق معنا كجلد ان نتحمس ونجلد اكثر ولا لا. يلا خلونا نبدا نجلد عليكم. مجلد قالوا مجلد الثالث والرابع خلاص، هذا مجرد تجربه. يعني يقولك شاعر خليك بعيد حبك يزيد. يا ساتر يا ساتر، اصبر اصبر، انا حاسس الاعدادات شباب. كات يا مخرج، كن نادر منفوز. اكره المدن اللي يكون فيها جبال نزله فوق تحت، يسنبر لك واحد هنا ويلا اتحداك تقتله. انا انزل هنا. حلو حلو حلو، ابلع انت وياه، ابلع. نوبادي هير. على اخر شيء جبت ام العيد بالايم. حلو حلو، يعني تقدم 7 قتلات بدون ولا مونتا. ابلع ابلع. جبت عيد يا شباب. ابلع عيال مع موارد الدنيا ذا. شكرا لك شكرا لك، اقسم بالله شكرا شكرا. خلصنا من سلاح الغثاء يا عيال. ما في موارد. يا عيال قهر 86. ابلع ابلع. حلو. ابلع ابلع. وصل لي يا عيال. اخر سلاح اخر سلاح. لو حسبت اني بفوز والله. لا الكلمة لكم، يعني انا جبت العيد اوكي في النهاية، بس في البداية جلد جلد زي ما قلنا زي ما قلنا. لا تنزل المكان اللي ينزلونه كل العالم. خليك بعيد حبك يزيد. واحد بيجي من وراي. كثر شطه يا مدير. ابلع. حلو. ابلع. ابلع بعد انت. خذ لك. الحمد لله. الحمد لله. يس يا شيخ يس. انا كل اللي خفت منه انه يزف قتلتي، بس خلصت من اسلحه كريهه كثير الحمد لله. والله هذا الكريه، والله والله ان هذا الكريه ما يخليني انزل. يا الله ياخذ ابليسه. صار عبدو ايم. شوفوا ما في حد يطعم الحاله. اوكي يلا باقي سلاحين.
في حل الا كذا. ايزي ايزي والله جيم متعب، والله ده جيم متعب. نرجع الحين بيت الطيار نجلد فيها غصب. ريلاكس ريلاكس هدوء، نجيب الجيم ما عليكم. هلا بالمنطقة، انا كل المناطق خايسة عندي. اللي تسويه تنزل هنا. كيف بينزل معي هذا؟ بس انه سبقني بها عكاشة. هيا الموارد، هيا الموارد، هيا الموارد. انا ما لي صار. لا هيترز 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 جانا هيت. لا اوه اللقطه والله والله يا لقطه لقطه. والله اني ضعت عشان ذا اللي يطلق فوق، ابغى اشوف وين اللي تحت وين اللي فوق، ما اسمع شيء. الله ياخذك. اوووه هلاوي يعطيك العافية يا اخوي. يعطيك العافية يا اخوي. شو الطلقة ذي من فيه؟ الحمد لله الحمد لله خلصت خلصت. هلا بيمين بالله الطور ذا، اقسم بالله يا عيال انه اسطوري. اوه زرفها من فوق. ابلع جي جي طلقة جي جي. ابلع انت وياه. هلخمني هذا ما ادري ايش سوي قبل شوي. والله طلقت اقسم بالله طلقت يا عيال. ما في حل لانك تدخل هنا. ابلع ابلع يا حبيبي. يس الانتصار بطعم السكنات النادره. اوكي بس هذا كان مقطع اليوم، شو المقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك. تبون اكثر من سكنات نادره؟ صح ان هذا الحساب مو بحسابي، لكن اذا تبون اخذ مثلا من اخوياي ولا شيء زي كذا والعب فيه واوريكم اقيام زي كذا، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. يعطيكم العافيه جميعا على الدعم الاسطوري اللي قاعد تسوونه. شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكل واحد قاعد يستخدم كود VSL. ان شاء الله عجبكم المقطع، يعطيكم العافيه على كل شيء. نشوفكم على خير، سلام.